بسم الله. وهلت معانا بقى روايح روايح العيد يا بنات، شايفين بقى نعملوا العجميه بقى، روايح العيد وكحك العيد وبسكوت العيد وحاجه العيد الجميله. هنعمل بقى النهارده العجميه، عملتها بطريقه سهله وبسيطه. عملت العجميه النهارده عشان نعمل بها الكحك. يلا خشوا معانا الفيديو وشوفوا احنا عملناها ازاي، بس يا ريت تحطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب للقناه. يلا بقى نخش مع بعض نشوف الفيديو احنا عملناه ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. ازيكم احلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا كلكم بألف خير وانتوا بتشوفوا فيديوهاتي. النهاردة هنعمل النهاردة العجمية، حاجة كده في منتهى الجمال للناس اللي بتعمل العجمية وبتحب العجمية تحطها للكحك. وهل روايح الكحك وهل العيد علينا. يلا بقى نعمل العجمية بطريقة ممتازة وبطريقة جيدة جدا. تعالوا نشوف المقادير بتاعتها. هنصلي ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم. هنبدا النهارده بمعلقتين من السمنه اهي زي ما انتم شايفين، ويا سلام لما تكون سمنه فلاح. النهارده هحط معلقتين من السمنه كده معانا هما في الكسرول. وكمان المقادير هتبقى كوبايه من العسل، العسل الابيض، وكمان 2 معلقة من السمسم تكون محمصاه. مش هناخد السمسم ده كله طبعا، احنا هناخد منه معلقتين بس. وكمان 2 معلقة من الدقيق تكون نخلاه كويس. ويلا بينا بقى على النار وهنشوف هنعمل ايه. طبعا حطينا السمنه اهي على النار، هنسيبها لما تفك معانا كده على النار او تسيح وينا على النار. وهوريكم انا بعد كده الخطوه الثانيه هنعمل ايه النهارده. وزي ما انتم شايفين معانا السمنه فكت بسم الله ما شاء الله. هنزل ب2 معلقة من الدقيق مليانين كويس كده جدا. وطبعا هنهد النار ونبدا بقى باستمرار زي ما انتم شايفين كده، بس يا ريت اللي وصل معانا لحد هنا يحط لنا لايك. طبعا مش عايزين الدقيق ياخد معانا لون خالص. زي ما انتم شايفين كده هنوطي النار، وطبعا زي ما انتم شايفين هنقلب الدقيق مع السمنه بس مش هنخليها تاخد لون. ولو سلام بقى لو عندك مكسرات وكسرتها كده، مكسرات وكسرتيها وحطيتها كده مع المقادير اللي انتم شايفينها ديت، هتبقى جميله قوي في العجميه. مش حابه تضيفيها هنا وحابه تحشيها بقلب العجميه وانت بتلفها كور، حاجه ترجع لك انت وحاجه براحتك. زي ما انتم شايفين الدقيق معانا اهوت، معلقتين من الدقيق هنقلب فيهم شويه كده بس بحيث ما بياخدش لون معانا. وكمان معانا 2 معلقة من السمسم كبار، هنبتدي نحط السمسم بقى ياخد معانا تشويحه حلوه كده مع الدقيق والسمنه. زي ما انتم شايفين كده، ويا سلام لو سمسم ابيض الموجود عندك والمتاح عندك ضيفيه اهوت. هنقلب قوي كده السمسم مع الدقيق مع السمنه كده، هتاخد تشويحه حلوه وريحه السمسم يطلع معانا. لو حابه بقى تعمليها بالملبن براحتك، الكحك بالملبن، حابه تعمليه بالعجوه حاجه ترجع لك انت، بس انا النهارده حابه اعملها بالعجميه واجربها كده بالعجميه. زي ما انتم شايفين كده، شايفين الله على ريحه السمسم كده مع السمنه مع الدقيق، حاجه كده في منتهى الجمال. هنقلب كويس زي ما انتم شايفين كده، بس ايه اهم حاجه تكون النار هاديه معانا كده او موطيه خالص النار عليه. طبعا السمسم ريحته طلعت معانا اهي. هننزل بقى بكوبايه العسل، العسل النحل. زي ما انتم شايفين كده، وهنقلب ايدنا طبعا فيها برضو باستمرار على طول اهوت. نزلت المعلقه كوبايه بحالها من عسل النحل. هنقلب كويس يا جمالها، يا حركتها، يا تكتها، شايفين الجمال بقى. هنتن نقلب كده لحد ما تاخد معانا قوام كده كويس او قوام تقيل. شايفين ابتدت تتقل معانا ما شاء الله عليها اهيت. يا سلام بقى لو عايزه بقى تختبر طبعا ان العجميه ديت، هتاخدي معلقه كده في ثواني تحطها في الفريزر، تجربي المعلقه بقى زي ما تكون ملبن كده طريه معاكي زي الملبن، تبقى كده هي كويسه معانا وتمام خالص، ما تسيبهاش لما تنشف على النار.
هي كده ما شاء الله خدت القوام الحلو معانا اهي. هنقلب بس فيها كده ايه، مش عايزينها ان هي تنشف معانا خالص على النار عشان ما تشدش معانا في الكحكه اهي. زي ما انتم شايفين ما شاء الله ابتدت تاخد معانا ايه قوام حلو اهوت، او تتقل معانا. يلا اللي وصل معانا يحط لنا لايك، عشان اللايك هو اللي بيرفع معانا الفيديو. خلاص كده واحنا مهدين طبعا ده كله، واحنا مهدين النار، شايفين القوام ده حلو خالص خالص خالص. هي كده اخر تمام معانا ما شاء الله زي ما انتم شايفينها كده. طبعا في ثواني كده هنفضيها في حاجه تانية كده، في صحن تاني زي ما انتم شايفين ما شاء الله، حاجه كده في منتهى الجمال. يا سلام بقى على السمسم مع الدقيق مع العسل كده، ما شاء الله عاملين ريحه في منتهى الجمال. كده في ثواني كده هننزلها بقى كده في الصحن تبرد معانا، ونكورها بقى ونشوفها كده واحنا بنكورها ويا بعض زي ما انتم شايفين كده. تمام كده تمام، هنسيبها تبرد شويه وهوريها لكم احنا بنكورها. شايفين وضع القوام المظبوط، زي ما قلت لكم لو تحبي حابه تحطي فيها اي مكسرات موجوده عندك، حتى تكوني انت فارمها قوي كده تحطها وهي على النار، مش حابه بقى وحابه تحطها وانت بتكوريها، دي حاجه انت ترجع لك وحاجه براحتك. حابه تعمليها ساده زي ما انت هتشوفوني وانا بعملها برضو حاجه براحتك اهي. هنسيبها بقى لحد ما تبرد عشان نعرف نكورها كويس. ما شاء الله شايفين بقى ايه العجميه، ما شاء الله شايفين العجينه عامله معانا ازاي، ما شاء الله حلوه خالص وتمام تمام اهي. طبعا بحط فيها سدان اهي، فول السوداني دي طبعا، حابه تحط لوز، حابه تحط بندق، عين جمل، الحاجه اللي عندك حابه تحطيها تضيفيها. طبعا انا هكورها معاكم اهي، تتكور معانا في منتهى الجمال. شايفين حاجه كده ما شاء الله، حاجه حلوه خالص اهي. كورها في ثواني بقى ونعملها بسرعه كده اهي. شايفين ما شاء الله حلوه خالص. طبعا انا عندي فول سوداني المحمصاه، بحط فيها الواحده كده في الفول السوداني اهيت، وبكورها اهيت خو، حاجه في منتهى الجمال وحاجه سهله خالص اهي. شايفين اهي شايفين، انا حاطه فيها الفول السوداني اهوت، وبقفل عليها كويس خالص اهيت اهيت، وبكورها بقى في ايديا كده زي ما انتم شايفين منتهى الجمال اهي. شايفين عامله ازاي، هخلصها وارجع اوريها لكم كلها مع بعض. شايفين ما شاء الله وصفه العجميه حاجه كده في منتهى الجمال يا بنات، عملناها بسرعه وفي ثواني اهي، حاجه بقى مش مكلفه عملتها للكحك. استنونا بقى وانتظرونا في فيديو الكحك، حاجه اهي ما شاء الله للعجميه، انتظرونا بقى في فيديو الكحك. بس يلا اللي وصل معانا لحد هنا يحط لنا لايك وشير وسبسكرايب للقناه. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع الف سلامه.